مع مؤسسة أرض الفن، هذا المعرض المقام على أرض جمهورية مصر العربية. طبعاً لوحات كثيرة من مختلف الدول، مش بس الوطن العربي ولكن أيضاً دول أوروبية، من السويد والدنمارك وروسيا، والعديد من الفنانين جم النهاردة في هذا المعرض أو هذا المعرض حتى يبدعوا ويتم تبادل الثقافات الفكرية والفنية من خلال هذا المعرض. تعالوا نشوف مع حضراتكم كده النقاد والفنانين وإيه اللي قدموه النهاردة على أرض جمهورية مصر العربية. شكراً لسعادة السفير لتلبيته طلبي وحضوره. شكراً لدكتورة بينيس على تشجيع الدعوة. أشكركم جميعاً على هذا التقدير والحفاوة بحضوركم ودعمكم لي وللمؤسسة التي سعت لإسعاد. نرحب بيك وعايزين نعرف إيه سر اختيارك لإقامة المعرض النهاردة في جمهورية مصر العربية. شكرا لك، شكرا لحضرتك، سعيد هذا السر اختياري. طبعا كانت آراء واقتراحات كثيرة من الأصدقاء أن يكون المعرض في تركيا أو جورجيا، لكن بعد الصرح الجميل ونقل المومياء قررنا أن يكون وكان المفروض يكون منتصف الشهر العاشر، بس للأسف الأوبرا خيبت ظننا واضطرينا نأجل إقامة المعرض منتصف الشهر 11. والحمد لله. الفكرة بدأت إزاي معاك مع إقامة هذا المعرض؟ الفكرة هي أن أسسنا موقع لتنشيط الحركة الفنية في أزمة كورونا، صار شوية خمول، ناس تعبت نفسيا، كثير من الفنانين وكثير استفادوا من هاي الازمه يعني. فقررنا انا والدكتوره صفاء نقيم موقع لتنشيط الحركه الفنيه ونهتم بالفنانين والفن، وهذا يسعدني على فكره، هذا كثير يسعدني. اكون سعيد جدا لما انظر الى اي لوحه من اللوحات. حلو جدا على فكره موضوع ان المعرض يكون جامع لاكثر من دوله، مش بس على مستوى الوطن العربي، لا على المستوى الدولي. قول لي ايه اللي انت شايفه يعني المعرض اضافه لساحه الفن التشكيلي، مش بس الفن التشكيلي، لاني عرفت كمان ان في شعراء وفنون اخرى. المعرض النهارده هو اكثر شيء فن تشكيلي يعني كمان من ناحيه شيء اضاف، وهدفه فتح حوار بين الفنانين بسبب قلت لك انه هو تنشيط الحركه الفنيه. في البدايه بنرحب بحضرتك، عايزين نعرف بقى ايه اللي استرى انتباهك في المعرض النهارده؟ دعوه جات لي من الاستاذ محمد صناطيلي الصحفي الصغير، وانبسطت جدا بوجودي في وسط الفنانين التشكيليين. انا قليل قوي لما بحضر معرض تشكيلي فن تشكيلي يعني. انبسطت جدا في وسط وجودي في وسط الفنانين دي، وبعد الهديه الجميله دي لان الحوار شكلها حلو قوي، الكوره الارضيه وفيها الجايزه يعني حاجه يعني عمل فني يعني انا احتفظت بيه ومبسوط بيه جدا. حضرتك نورتنا طبعا في المعرض، عايزين نعرف ايه الجديد بقى عندك بالنسبه للناحيه الفنيه؟ بعمل مسلسل مماليك، انا ورانيا يوسف ومحمد لطفي وفدرة وعمر حسن يوسف ومحمد سليمان ونانسي صلاح، يعني ممثلين كتير جدا، مسلسل بطوله جماعيه. وبيومي فؤاد طبعا حبيبنا وناس كتير قوي، وانا اسف لو هنسى حد يعني. اخراج حازم حوده وتاليف هشام هلال. طيب عايزين كلمه بقى حلوه من حضرتك تزيها الجمهور، صوت الشباب مرموق. كل الشباب في كل انحاء العالم وخصوصا شباب لندن، هم السويد، شباب مالمو السويد طبعا، المصريين شباب في لندن يعني. فنان الصفاء، فنان الصفاء، ان شاء الله فنان الصفاء.
شكرا جدا لحضرتك نورتنا. الفنانة المبدعة الفنانة التشكيلية مدونة سامي، اهلا بيكي معنا في المعرض النهاردة، وعايزين نعرف بقى عبرلنا واحكي لنا اللوحة بتاعتك. السعادة لا تحتاج الى مال، بمعنى رغم كده ضحكته هتفرق. ده فن جرافيتي وده فن زي سفه عامله شغل جميل جدا. انا هتكلم النهارده على التكوين وعلى الكل والحركه وقانون الطاقه. انا النهارده لو حاولت يعني متلقي بصري حاولت ادوس على المركب ده مش هيغرق، لان انت حسستيني بانك دارسه قانون الطفو، حسستيني بقانون ارشميدس اللي هو حاضر عليها بتاعتي في الموقف. هذه الوقت المقدم من قبل المحافظه الفنيه في العالم. الاستشارات الفنانيه يبدو بما لديهم من ابداع في التصاميم، ومن بين هؤلاء حضرتك كده. ايه الاسباب اللي خلتك انك تشارك في هذا المعرض؟ اهلا وسهلا حضرتك. طبعا الاسباب الاولى هي اسباب طبعا فنيه، والغايه الكبرى هي توسع دائره الجمال على دائره القبح حتى نرتقي بالمستوى الفني ونرتقي بالمستوى الجمالي. لا بد من عمل مهرجانات ومعارض فنيه حتى نوسع دائره كما ذكرت الجمال على حساب القبح. هذه هي الغايه الاولى للمشاركه. نعم. هل فعاليات المعرض كانت بداية حلوة لتبادل الثقافات الفنية بين الفنانين العرب وأيضا الدول الغربية؟ طبعا بالتأكيد المعارض الدولية تطابعها الأول هو تبادل الخبرات والتجارب اللي قادت الفنان لإنتاج لوحة. الفنان من ينتج لوحة تكون ضمن بيئة محيطة به وتراكمات ثقافية بالمحيط مالته، من ينتقل ويجيب هذا الفن وهذه الخبرة والجمال عن طريق لوحة، وأنا أجيب لوحة وفنان غير يجيب لوحة، هذا يصير تلاقح فكري وللعين التي ترى سترى الفن من كل مكان ومن كل صوب. يعني إذاعة صوت الشباب مالمو، ومعاكم الأم سامي. أتمنى أن احنا نكون عرفنا نغطي أكبر قدر ممكن من اللوحات الفنية. يمكن استرعى انتباهي كتير من اللوحات اللي كانت بتأثر أو بتركز على كتير من القضايا، زي مثلا التنمر اللي بيعاني منها الوطن العربي، ومش بس التنمر، إزاي أن احنا نخلق من خلال هذه اللوحات القيمة الطاقات الإيجابية التي يعني تعطي المكان ساحة من الهدوء والطمأنينة والتفاؤل. أيضا إحنا بعد جائحة كورونا محتاجين كل واحد أنه يعمل دعم لنفسه وللآخرين، ومن خلال هذا المعرض اسمحوا لي أني أعمل معاكم مشاركة وأقول لكم نحو مستقبل مبهج ومتفائل وفن وإبداع. لكم مني أرق التحية، كانت معكم ويام سامي، إذاعة صوت الشباب مالمو.